اسعد الله. مش عم بتعيان؟ اسعد خرشوف ابسط رجل في العالم. نضال سجري من مواليد مدينة اللاذقية في 28 من مايو عام 1965، وهو خريج المعهد العالي للفنون، متزوج وله ولدا. شارك سجري في الكثير من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية، محققا نجاحا بارزا في الأدوار الكوميدية، ولمع اسمه عربيا بدور أسعد خرشوف في مسلسل ضيعة ضيعة، والذي عشعش في قلوب السوريين الذين لقبوه بعدها بشارلي شابلين العرب. المهم انت قل لي شو لازم نقول حتى نكون مع الحكومة، هذا اللي بالأخير خبط له. وبعد اندلاع الثورة السورية حاول النظام الاستعانة بالفنانين للظهور على التلفزيون والحديث عن رغبة النظام الحقيقية بالإصلاح، بل وطلب من بعض الفنانين والمخرجين الاتصال مع الشباب لإقناعهم بالتوقف عن التظاهر، وكان نضال واحدا من هؤلاء، فذهب بعضهم إلى دوما وآخرون إلى درعا، ولكن نضال كفنانين آخرين اكتشفوا بأن النظام يحاول استخدامهم لتمرير الوقت والكذب على الناس، فقرر نضال التوقف عن هذه المهمة وانكفأ عن الحياة العامة، في حين انقلب عدد كبير من الفنانين إلى شبيحة يطالبون ما يوصف بجيش الوطن بالقتل وتدمير العصابات المسلحة. أنا كل شيء قلت لهم إياه يا صديقي إنك أنت رئيس ديوان فرع البادية وأنا بكون ابن حماك كذاب. في هذا الوقت كان نضال يخوض صراعه الأخير مع السرطان الذي تمكن من حنجرته، فاتخذ موقفا محايدا تجاه ما يجري، وكانت كلماته الأخيرة على صفحته على فيسبوك دعوة السوريين إلى حب بعضهم البعض والتسامح، وقال قبيل غفوته الأخيرة: بعد قليل سأحلم بأن كل السوريين سيبدأون بالعمل معا لإعادة البناء، بعد قليل إذا لم تخرج بلادي من وجعها سأتمنى الموت وأغادر هذا العالم البائس المليء بالسرطان. ومدير الناحية روح المهم أهل التخريمة، لأن الواحد منهم ما بيفوت لعنده إلا ما يدفع البرطان.